المصور والبلوجر حسام أنتيكا بيسجل رقم قياسي في سرعة اختيار شريكة حياته وسرعة التخلص منها برضو، 3 خطوبات منهم جوازتين، مفيش واحدة فيهم بتعمر، علشان كده أغنيته المفضلة دايماً ليه قلبي كل يوم بتحب واحدة ولسه مش لاقي اللي عاوزه في أي واحدة. كلام كتير طلع في الساعات اللي فاتت عن انفصال البلوجر يارا البهنساوي عن المصور المشهور على السوشيال ميديا حسام أنتيكا. في ايه اتجوزوا وفي ايه انفصلوا محدش عارف، بس الحقيقة غير كده، حسام ويارا أصلاً فاجئوا الناس كلها من حوالي شهر إنهم اتخطبوا بعد ما عمل لها البروبوزر اللذيذ في النيل وتصوروا الفيديو اللي جاب لايكات وشير قد كده، وهي أصلاً كانت لابسة الخاتم قبل كده في فيديو ليها على إنستجرام من قبلها بفترة كبيرة. بس إحنا شربنا الموضوع بمزاجنا والناس قالوا إنهم حلوين مع بعض وربنا يبارك لهم، وهوبا خلال أيام كانوا محضرين للجواز وكاتبين الكتاب وعاملين فرح بسيط، جنينة وشوية كراسي وحتتين جاتوه وكم ساندويتش بسطرمة، وتعشت على كده. إيه السرعة دي ما تفهمش؟ يارا أصلاً على قد ما هي لذيذة والجمهور على السوشيال ميديا بيحب فيديوهاتها، بس مجنونة أو مسايكابة زي ما قالت على نفسها، ودي الكلمة اللي قالتها في الفرح قدام حسام والمعازيم كلهم. تخيلي كده تبقى حماتك واقفة وتقولي شكراً إنكوا استحملتوا دماغي وأفكاري المسايكابة، ويا حسام مراتك مجنونة. بس من أول ما قال حسام أنتيكا إنه هيتجوز يارا والناس كلها عمالة تفتكر صحيفة سوابقه مع الجواز والارتباط، بينقيهم كلهم شبه بعض، كل واحدة أصغر وأحلى من التانية بس كلهم شبه حبيبته الأولى اللي أصلاً اتعرف واتشهر بسببها. قصة حب حسام أنتيكا الأولى اللي شكله لسه لحد النهاردة مش قادر يتخطاها هي سلمى الكباريتي أو سنجوب، اللي كانوا مرتبطين حوالي 7 سنين وكانوا قصة كفاح كبيرة جداً لحد ما قدروا يتجوزوا وشهد عليها مجتمع السوشيال ميديا كله. وفجأة بعد صور الفرح والحب الكبير الأول والأخير أعلنوا انفصالهم، والخبر كان صدمة كبيرة لكل الناس اللي بتحبهم وفرشت معاهم شقتهم حتة حتة وعاشوا معاهم تفاصيل المعاناة لحد ما ينتصر الحب. بس كل ده انتهى في لحظة وعملوا بلوكات، وهي كتر ألف خيرها عملت موف اون أسرع من أي حد. بعدها بفترة بقى ارتبط حسام بواحدة تانية خالص، وهي الإعلامية هند مدحت فاروق، وكانت قراية فتحة كده سريعة بس ما كملتش، ورغم إنها شبه سلمى ويارا إلا إن الخطوبة ما كملتش ورجع سنجل تاني، وكل ده وهو لسه عنده 25 سنة، وربنا يستر والجوازة اللي ما كملتش 10 أيام دي تكمل بقى على خير ويستقر.